بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم باسبوعنا الرابع من كورس اساسيات البرمجة، عفوا من كورس واجهات المستخدم الرسومية. تعرفنا بالاسبوع الاول على مقدمة عملية، شفنا فيها كيف ممكن نعمل واجهات رسومية، كيف ممكن نبرمج واجهات رسومية. شفنا أمثلة بسيطة بتعلق بجمع عددين، برسم تابع كثير حدود، بالإضافة لبعض الأمثلة الثانية. انتقلنا بالأسبوع الثاني لمناقشات نظرية، شفنا فيها كيف ممكن نبرمج واجهة المستخدم الرسومية جايد بشكل احترافي، بشكل بيعتمد على المفاهيم الأساسية اللي بتعتمد عليها الواجهات الرسومية. تعرفنا على أهم خصائص الواجهات الرسومية، وانتقلنا بالأسبوع الثالث لنساوي مشروع عملي. واجهتنا كتير من المشاكل، حلينا أغلبها. اليوم بإذن الله رح نناقش بعض الاستفسارات اللي تم طرحها. رح نشوف كيف ممكن نلاقي حلول لها باستخدام الواجهات الرسومية. ورح نبلش هذا الأسبوع إن شاء الله ببرمجة القوائم والربط بين الواجهات، مفاهيم جديدة متقدمة ببرمجة الواجهات، لنناقشها بالأسبوع القادم إن شاء الله. أحد الأسئلة اللي تم طرحها، كيف يمكن جعل البرنامج تنفيذي بلاحقة EXE؟ وسؤال تاني تم طرحه، كيف ممكن أني أعمل باكيج لحتى ننزلها بنسخة الماتلاب واستخدمها كتول ضمن الماتلاب. رح اتناول شرح هدول السؤالين بشكل تفصيلي. رح اشرح البنية العامة، كيف ممكن اخرج برنامجي كاي صيغة كانت وليس فقط يعني كEXE كملف تنفيذي، كيف ممكن اخرجه للغة تانية، لجافا، لسي. وكمان رح ناقش الفكرة الثانية، كيف ممكن اعمل باكج دخله كابليكيشن بالماتلاب وتعامل معه كتول. خلونا نبلش كيفية تحويل برنامج ماتلاب الى ليتم محاكاته مع لغة برمجة اخرى او ليتم جعله ملف تنفيذي. نسخة ماتلاب 2012 بي و 2013 ايه، رح نلاحظ عندي بالأعلى ما يسمى الابليكيشن الابس، عندي هون مجموعة من الأدوات، عندي ما يسمى الماتلاب كودر والماتلاب كومبايلر. بالواقع أداتين جدا مميزين وجدا مهمين. بنلاحظ مثل ما انا شايفين هون الماتلاب كودر رح تضمن HDL كودر والماتلاب كودر من ضمن الكود جينيريشن، وعندي الابليكيشن ديبلويمنت رح تضمن الماتلاب كومبايلر. طيب خلونا نشوف كيف ممكن بالبداية اعمل برنامجي عن طريق الكومبايلر صدره لملف تنفيذي او لغة برمجة تانية. لو اخترت الماتلاب كومبايلر بنلاحظ رح يطلع لي الشاشة التالية، رح يفتح الشاشة المبينة، رح يطلب مني الاسم البروجكت، رح اسميه على سبيل المثال، رح اخذ احد المشاريع اللي قمنا فيها اللي قاموا فيها الشباب الأسبوع الثالث اللي هو برنامج تحويل. عم يسألني اللوكيشن، رح أتركه على السي.
بعدين راح يسألني التايب Windows Standalone Application كتطبيق للويندوز On Console Application C Shared Library C++ Shared Library Generic CTV Excel Add-on Add-in .NET Assembly ولا Generic Com Component بالإضافة للجافا باكج. هلأ منلاحظ لو اخترت على سبيل المثال جافا باكج رح يفتح لي هون عم the project conf couldn't be saved you may don't have permission if you don't if you have changed a project you change until close no problem ما في مشكلة ما في مشكلة خلونا نرجع رجع سكر MATLAB compiler تمام بنلاحظ فتح لي جافا باكج هلا اغلب اي مستخدم لاي مبرمج بالجافا بيعرف انه الجافا هي لغه برمجه يو ام ال غرضيه التوجه وبالتالي بنلاحظ انه طلب مني place function here that you want to access from java code public methods لاحظوا طلب مني class حسب متطلبات لغه البرمجه يلي بدي اصدر لها البرنامج فبالتالي هلا هون add classes رح اللي طبعا الكلاس انا بدي يكون عامله بالماتلاب مجهز كلاس بالماتلاب هذا الكلاس حسب متطلبات اللي عندي رح احط الكلاس بعدين عندي shared resources and helper files place image هون عم يقول لي انه اذا عندي على سبيل المثال لو كنت حاطط خلفية لو كنت حاطط صورة لو كنت حاطط مقطع موسيقى لو كنت حاطط ملف فيديو لو كنت مثلا عم اقرا من ملف وورد او ملف تكست فهون في عندي ضرورة انه ارفق هي الملفات بالبرنامج فهذا الشيء عم يتم من خلال shared resources and helper files place image صور data files and gui.figure لاحظوا هون عندي كلاس العام بدي احط يعني الام فايل اللي هو ممكن يساوي كلاس اما هون gui Here, if referenced referenced by any functions. بعدين عم يقول لي also place here function called using eval. إذا عندي مستخدم التابع eval طبعا الكل بيعرف شو يعني eval ممكن أحطه هون. يعني ضمن هاي الملفات. Private function كمان معروفة أنواع سبق وناقشناها هي بالكورس الأول أنواع التوابع. بالإضافة لل functions not on the mat. MATLAB باس يعني التوابع الاخرى اللي ما لها على مسار هذا البرنامج كمان هم بحط add files and folder ضيف برامجي بعد الانتهاء من الاضافة عندي بلاحظ هون عندي build رح يبدأ بناء تطبيق جافا باكج رح يقول لي انه هيكون عندك بالباكج هاي ثلاث شغلات اللي هي الconf.jar ملف جافا document والreadme.txt MCR ال MCR بالواقع لو حطينا help MCR السؤال هو راح يكون what is the MCR where is it عم يقول لي type help MCR installer ال MCR هو compiler او MATLAB compiler runtime MATLAB compiler runtime لو انا عندي نسخة MATLAB 2013 جهزت برنامجي انهيت برنامجي اردت انه حوله لملف exe لجافا باكج لC++ library من الممكن انه نزله على جهاز تاني ما يكون عليه MATLAB 2013 هون بتجي اهمية ارفاق MATLAB compiler runtime ضمن الحزمة اللي راح يصير انه راح يصير عندي بهي الحزمة ملف ال MCR اللي راح اعمل له انستول على الجهاز اللي بيشغل عليه برنامجي بيصير عندي امكانية اتعامل معه كأي تطبيق عادي طبعا هذا ال MCR
هذا الكومبايلر الخاص بالماتلاب، كل نسخة ماتلاب بينزل مع الكومبايلر الجي تبعه بتلاقوه ضمن مسار الماتلاب. لو كتبت help mcr installer راح يعطيني تفاصيل mcr display version and location of available mcr installer the function display version and location information for the mcr. هون عم يعطيني البنية العامة للتابع بالإضافة لتفاصيل تانية. ممكن لو كتبت كمان doc document mcr installer كمان ممكن نشوف تفاصيل اكتر عليه. هي شفنا كيف ممكن صدر ملف لجافا. طيب لو اردت صدر ملف exe موضوع نقاشنا الاساسي، بنلاحظ عندي الويندوز ستاند الون ابليكيشن. لو قلت له اوكي رح يطلب مني ملفين build والباكيج، رح يطلب مني الملفين هن المين فايل والشيرد ريسورس اند هيلبر فايلز. هلا عندي البرنامج المشروع اللي ساويناه بالاسبوع الثالث، احد المشاريع هو برنامج حساب قيمة مقاومة وبرنامج تحويل بين الواحدات. خلونا نشوفهم. تمام، هذا البرنامج الأول. لو شغلنا البرنامج هون، لو أردت تحويل قيمة درجة حرارة من سيلزيوس لكلفن، لو دخلت درجة حرارة لتكون 2 convert راح يعطيني من كلفن من سيلزيوس لكلفن لفهرنهايت نفس العملية. ممكن سطوح، ممكن اوزان، ممكن فوليوم، ممكن تايم. طب خلونا كيف ممكن نشوف كيف ممكن نحول هذا البرنامج لصيغه الاي اكس اي. بالبدايه لازم نضيف ملف الام فايل conf. حطيت ملف الام فايل، تم اضافته. بعدين لازم نضيف ملف الفيجر. بالحالة هاي لهذا البرنامج ما في عندي اي شغلات مرفقة من الصور، من صوت، من اي شيء تاني، وبالتالي هاد كل شيء يفترض ان يضيفه. لو اردت ارفاق ملف الـ MCR ممكن اقول له add MCR مباشرة راح يضيف على الباكيج. لو ما اردت اضافته بيكفي. هلا مجرد ما اني اقول له build راح يبلش build project، راح يبلش بناء البرنامج بمجرد انتهاء بناء البرنامج راح ينزل بالدي حسب المسار اللي حطيته. انا حطيت بالدي، راح ينزل عندي البرنامج كملف exe بامكاني التعامل معه. هي بالنسبة للتعامل مع الـ exe فايل مع الجافا. طيب خلونا نشوف كيف ممكن نشوف أنواع تانية من الـ. بنلاحظ عندي الـ C، عندي generic CTF، عندي الـ Excel add in ممكن اضيف اربط اعمل ربط ما بين الاكسل وما بين الماتلاب، بالاضافه ل الجينريك كوم كومبوننت. طبعا كل وحده من هدول بتتعلق باللغه اللي بدنا نستخدمها، لها خصوصياتها، يعني خصوصيه سي غير سي بلس بلس، غير الاكسل، غير دوت نت، غير الجافا. مثل ما شفنا الجافا غرضية التوجه طلب مني كلاس، كل لغة راح تكون لها خصوصيتها.
عندي كمان ما يسمى الماتلاب كودر، بنفس الطريقة رح يسألني على اسم المشروع البروجكت واللوكيشن. فلو اخترت على سبيل المثال الاسم نفسه اللي عندي، او رح اختار الاسم اوكي، بنلاحظ الكود جنريشن وظيفته توليد كود، ممكن يكون ملف ميكس، ممكن يكون ملف هيكس، ممكن يكون يعني في عندي انواع كتيرة للملفات. احد اهم تطبيقات هي الاداة هي برمجة المتحكمات. انا بامكاني عن طريق الماتلاب كودر توليد ملف لحطه بالمايكرو كنترولر مثله مثل يعني مثل ما انا ببرمج مثلا الاي في ار عن طريق الكود فيجن، ممكن عن طريق الماتلاب اكتب برنامج بالماتلاب استخدم الماتلاب كودر لاقوم بهي العملية. طيب كيف ممكن نساوي هذا الشيء؟ بنفس الطريقة entry point file بضيف الفايلات اللي عندي الملفات البرنامج، وعندي global variable عندي بالفانكشن. طبعا الكل بيعرف شو يعني global variable، ناقشنا هذا الشيء بشكل تفصيلي بالاسبوع الثاني من الدورة. ممكن ولد ملف احد الخصائص التالية، احد الـ يعني الـ الانواع التالية، عندي الميكس فانكشن، عندي الانسترومنتد ميكس فانكشن، عندي السي والسي بلس بلس ستاتيك ليبراري والدايناميك، بالاضافة للاكسكيوتابل. طبعا مبرمجين السي بيعرفوا هذا الحكي كله، بيعرفوا شو الفرق بين الستاتيك والدايناميك والاكسكيوتابل. طبعا تطبيق هذا الموضوع جدا تطبيق واسع وتطبيقاته جدا معقدة، تستخدم بشكل كبير مع المتحكمات، بتستخدم بشكل اكبر مع المحاكاة وربطها مع انظمة العمل بالزمن الحقيقي، وبالتحديد هذا الشيء بيتم استخدامه مع ما يسمى الستيت فلو. خلوني ارجيكم بشكل سريع الستيت فلو. الستيت فلو الشكل المبين هون يسمى ستيت فلو. هذا الستيت فلو وظيفته بالربط مع السيميولينج مع مخطط محاكاة، ممكن كمان اربطه مع واجهة رسومية، ممكن اربطه مع ماتلاب ان فايل، رح يسمح لي انه اعمل جنريت لان فايل. انا هلا اخصص النقاش عن الستيت فلو عن انظمة التحكم، كيف ممكن احدد مدخلات نظام، مخرجات النظام، اعمل محاكاة لهذا النظام، ونتيجة هاي المحاكاة تظهر لي كمنحنيات كنتائج سرعات زمن حسب المشروع اللي عم طبقه، وتعطيني نتائج الكود، وبناء على هاي النتائج بقرر يا اما احط الكود بالمايكرو كنترولر طبعا بشكل مباشر من الماتلاب، رح احقنه بالمايكرو كنترولر. يعني مثلا لو كان عندي اردوينو ممكن بشكل مباشر، لو كان عندي ليجو ممكن بشكل مباشر، لو كان عندي انواع مختلفة ما يسمى الامبيدد كود او الامبيدد امبيدد كود، تمام، الكودات المضمنة ضمن المتحكمات، وبالتالي عندي امكانية اني ولد من خلال هالبيئة جنريت كود. بس حبيت بشكل سريع الفت النظر لموضوع الستيت فلو مع انه اتطرقنا لموضوع مشابه لألا اللي هو الجنريت كود. شفنا كيف ممكن هلا نتعامل مع الواجهات الرسومية، شفنا كيف ممكن نولد ملفات EXE ملفات تنفيذية، شفنا كيف ممكن نتعامل مع أنواع الربط مع لغات برمجة تانية مثل الجافا مثل السي مثل أي لغة تانية. خلونا هلا نشوف كيف ممكن أعمل باكيج حزمة
نزلها بالماتلاب لحتى يتم إضافتها بين الملفات بين التولات هون كتول بالماتلاب. بنلاحظ لو وقفت على أي تول راح يطلع لي جنبه شرح بسيط لإله: build matlab application and component for deployment matlab compiler. أعطاني رقم الكومبايلر. مثلا لو عندي database explorer configure explorer and import database data. ممكن بطريقة مشابهة طور برمجيتي إلى هدف محدد معين أضيفه وحط عليها الشرح. طيب كيف ممكن نساوي هذا الشيء؟ بعد تطوير البرمجية وإنهاء الملفات راح يتم وضعها بفولدر بمجلد من أجل القيام بتجهيز الملف لحتى يتم إرفاقه هون عندي ما يسمى الباكج أبليكيشن. هذا الباكج أبليكيشن راح يفتح لي الواجهة المبينة. الواجهة المبينة هي الواجهة راح تحتوي على مين فايلز، راح تحتوي على فايلز included ثرو analyses، راح تحتوي على shared resources and helper file، راح تحتوي هون على application name، ممكن screen shot، ممكن author name، summary، description، بالإضافة للفيرجن، ممكن عدل الفيرجن، ممكن يكون عندي برنامج تطوير فيرجن 2 فيرجن 3 إلى آخره، show advanced option، بالإضافة آخر شيء لما أخلص راح أعمل الباكج، راح يطلع عندي الباكج بلاحقة m lab install. ممكن طبعا غير الديستنيشن اللي عندي. طيب شو يعني كل شغلة من هدول؟ الخطوة الأولى راح تكون البيج بين فايل، راح يعني التقط أو جيب الملفات الأساسية للبرنامج. عندي المين فايل راح تحتوي على الام فايل لو حطيت، بعدين عندي الفايل included through analysis. بنلاحظ مجرد إضافة الام فايل راح يعمل مباشرة تحليل الام فايل، راح يشوف شو في ملفات تانية بده اياها. بنلاحظ عم يعمل بشكل تلقائي analysis. مجرد انه يخلص هلا لاحظ مجرد راح يخلص راح يضيف لي ملف الواجهة. خلينا ننتظره شوي. بنلاحظ لحاله تم إضافة ملف الواجهة الفيجار. بعدين ممكن ضيف صور إذا عندي صور، ممكن إذا عندي موسيقى، إذا عندي مقطع فيديو، إذا عندي ملف إن فايل، ممكن كله ضيفه من خلال الفايل فولدر. آخر شيء الابليكيشن نيم، فلو حطيت مثلا كونف، الارثر نيم بروجكت باي ذا نيم، طلب مني غير الاسم، بنغير الاسم كونفرتر الارثر نيم جرافيكال يوزر انترفيس اونلاين كورس. ممكن احط سكرين شوت، اضيف صورة، سمري ممكن اعطيه شرح بسيط، ديسكريبشن شرح تفصيلي، رقم الاصدار، باكيج راح يسألني مباشرة. بنلاحظ بلش يعمل حفظ، حفظ لي على هذا المسار. طبعا هلا ممكن من هذا المسار، خلونا نشوف كيف ممكن ارجع بعد ما تم اضافته هون. راح اسكر عندي الانستول ابلكيشن، عندي الانستول ابلكيشن بالاعلى، راح يطلب مني مسار الملف، راح احدد له المسار. بنلاحظ عندي اخر شيء الاردوينو الكونفرتر، لو حطيت له اخترت الكونفرتر مباشرة راح يتم. ننتظر شوي راح نشوف راح يطلع لنا.
راح يقول لي install into my application، راح له install. بنلاحظ تم إضافة الكونفرتر. لو وقفت عليه اللي كونفرتر by graphical user interface online course version 1 requirement MATLAB. الريكويرمنت الماتلاب بشكل تلقائي بيحددها. فمثلا لو حددنا انستول ابلكيشن، لو حددت مثلا الابلكيشن الثاني اللي عندي تبع الاردوينو، لاحظوا لو عملت له انستول مباشرة بعد ما يتم تنزيله راح اردوينو كنترول. لاحظوا انه هون ضايف صورة، ضايف عدة شغلات. لاحظوا هون بالريكويرمنت حدد لي ماتلاب ايمج بروسيسنج، عندي الريكويرمنت المطلوب، الشغلات المطلوبه من هذا البرنامج لحتى يشتغل الماتلاب، الايمج بروسيسنج تول بوكس، الايمج تول بوكس الثانيه ل يعني معالجه الصوره، بالاضافه للتول تبع التقاط الصور، المسار اللي تم وضعه عليه، بالاضافه للديسكربشن ممكن نضيفه للفافوريت. لاحظوا الشيء المميز هون انه لو هلا شغلت البرنامج هذا التول، لاحظوا معي هذا التول راح يشتغل بدون اي مشكلة، او ممكن خلونا نتأكد معلش. تمام، هلا من المفترض field port is not available. طيب خلينا نشوف port تاني. تمام، لاحظتوا انه الاردوينو انا هذا نسخة الماتلاب 2013 ما يضيف عليها اي تابع من التوابع. بمجرد ما انا بدي نزل برنامجي اعمله كابليكيشن، رح يطلب مني بشكل تلقائي كافة التوابع اللي انا مستخدمها. يعني ما عندي امكانية اني استخدم تابع على حساب، يعني استخدم التول دون تضمين بهالتول كافة التوابع اللي انا مستخدم اللي عندي. وهذا الشيء اللي بيميزه، اللي بيميز هاي الابليكيشن، هاي التول، انه انا رح اضمن انه برنامجي يكون ما في اي مشكلة بعد مشاركته، متكامل بيحتوي كافة الادوات، كافة التوابع، كافة الملفات، صور، تكست، ملفات نصية الى اخره، راح يحتوي كل شيء. وبالتالي راح يكون عندي باكج كاملة متكاملة راح تسمح باستخدامها باي بيئة برمجية للماتلاب. طيب قبل ما انتقل لكمل بالجزء الثاني من محاضرتنا اليوم، اذا في اي سؤال تفضلوا اطرحوا اسئلتكم وبعدين راح نناقش امور ثانيه ان شاء الله. طيب خلونا نكمل، اتوقع ما في اي سؤال. احد الاسئلة اللي انطرحت كيف ممكن نجعل بوب اب منيو
هذا الشيء بيعتمد على المبرمج وحاطط، يعني لو عم استخدم انا برمجة، لو سؤال لماذا احفظ ملف، لما احفظ ملف الواجهات الرسومية EXE ملف تنفيذي، كيف بدي اضمن اشغله بدون ما يلزمني اي ملف اخر للماتلاب؟ يعني اذا بدي اعطيه لشركة فقط ملف واحد تشغله عندها وتطبق عليه. بيعتمد على المبرمج، بيعتمد على نسخة الماتلاب يلي عم تستخدمها، لازم تضمن فيه ملف MCR الماتلاب كومبايلر ران تايم، وبحال استخدام توابع خاصة او استخدام يعني استخدام توابع لهدف خاص او اضافة توابع غير موجودة بالنسخ الماتلاب على الديفولت، فلازم تضمنها بملفك بشكل يدوي. مثل ما ارجيتكم في عندكم المين فايل وعندكم الاذر فايلز اللي بتتضمن الايمج والايفال والفانكشنز والبرايفت فانكشنز وانواع اخرى. احد الاسئله الثانيه اللي انطرحت، كيف ممكن اعطي من خلال بوب اب منيو اعمل تلوين ل لل اعمل الوان، يعني اظهر خلي البوب اب منيو يظهر لي الوان. عندي التابع يو اي سيت كولور، بنلاحظ لو كتبت يو ار سيت كولور وشغلت راح تطلع لي الالوان، كافه الالوان المعروفه بالاضافه للمور كولورز راح يعطيني كافه الالوان المعروفه. هذا التابع بامكاني استفيد منه بالواجهه لحتى اعطي الوان. خلونا نشوف كيف ممكن نساوي هذا الشيء من خلال الجي يو اي. لو ضفت كائن من نوع بوش بوتوم مسؤول عن الالوان، هذا الكائن سميته كولور. ولو شفت التاج تبع هذا راح لاحظ بوش بوتوم واحد. لو دخلت على الكول باك تبع هذا التابع وكتبت يو اي سيت كولور، سي تساوي يو اي سيت كولور، بعدين لو بدي اسند هذا اللون سيت هاندلز دوت يو سيت هاندلز دوت بوش بوتوم واحد، الخاصية اللي راح نتحكم فيها هي الباك جراوند كولور. راح تكون حسب السي. لو شغلت هلا البرنامج بنلاحظ لو ضغطت على كولور اخترت الخمري مثلا تغير اللون، لو ضغطت كولور اخترت الازرق تغير اللون، لو ضغطت الكولور اخترت الاسود تغير اللون. وبهي الطريقة بامكاني اتحكم بكافة كائنات الواجهة من خلال تابع يو اي سيت كولور. طيب احد الاسئلة الثانية اللي انطرحت، كيف بامكاني بمجرد ما اني اوقف على الايديت تكست يتغير لونه؟ كمان بسيطة، هذا الـ Edit Text لو دخلت على الكول باك الخاص فيه وكتبت نفس الأسطر اللي كتبتها بالكول باك هاد، فبنلاحظ لو شغلت هلا هون راح اجرب، لو وقفت عليه هذا التابع ما راح يعطيني مثل ما شايفين اي شيء، لانه ما يعني هو ما له مقاد بالحدث الموقف عليه يعمل شيء. فبالتالي انا عندي هلا ضروره صار انه استخدم التابع. لاحظوا كيف لما كبست انتر اعطاني الالوان، ممكن يعني لاحظوا السماوي اعطاني الالوان بس غير لي هون عفوا يخليني اغيرها.
مثل ما شايفين عم يتغير، بس عندي ضروره اني اكبس انتر، لانه كلياتنا بنعرف انه بيتم تنفيذ الى التكست بعد ادخال القيمه وليس بيتم تنفيذها بشكل مباشر. ممكن اغير اللون اللي بدي اياه بنفس الطريقه. هذا احد الاسئله اللي انطرحت، احد الاسئله المطروحه ايضا كيف ممكن ادخال معادله من الدرجه الثانيه مباشره بالايديت تكست. كمان بامكانك تدخلها بشكل مباشر، سبق وطرحت ناقشت هذا الموضوع بالتفصيل باحد الدروس السابقه، بامكانكم ترجعوا تشوفوه. ممكن استفيد من التابع ايفال بهي الطريقه، ممكن اكتبها، ممكن اكتبها بطريقه ثانيه، ممكن اكتبها كمصفوفه بهي الطريقه، وبالتالي مباشرة حتأدي الوظيفة المطلوبة. ممكن اشتقاق، ممكن تكامل، ممكن رسم كثيرات كثيرة، ممكن رسم تغيرات كثير حدود كثير حدود. احدى المشاكل اللي راح تواجه المستخدم ملفات الـ EXE بالواجهة أو ملف التعامل مع ملف الواجهة هي أن البرنامج الماتلاب راح يكون بطيء. هذا الشيء ممكن نحله من خلال Run and Time. هذا Run and Time راح يفتح لي ما يسمى بروفايلر. أحد أهم وظائف هذا البروفايلر التعامل مع تسريع البرنامج. لاحظوا هون عم يقول لي أنه البروفايل سمري راح يقول لي كل تابع من التوابع قديش عم ياخذ زمن لتشغيله. عندي كل هاي التوابع المستخدمة بالواجهة سواء بشكل ضمني او بشكل علني، يعني ممكن تكون توابع مضمنة انا مالي شايفها، حتى اني كمبرمج يمكن مالي شايفها. بتعتمد على برمجة الواجهة، يعني على التوابع اللي مبرمج عليها توابع الواجهة. وبالتالي من خلال هون ممكن نشوف شو لازمني بالواجهة، شو مو لازمني، ممكن اعدل فيه لحتى اسرع تشغيل الواجهة. بالواقع هي احد اهم المشاكل اللي بتواجه مبرمجين الماتلاب. هذا كل شيء حبيت ناقشه معكم اليوم. بعد المشروع اللي ساويناه شفنا مشاكل كتير واجهتنا، تم حل اغلب هاي المشاكل. تم التطرق اليوم لاهم المشاكل اللي واجهتنا. بتوقع انه المستوى صار اكثر من جيد جدا بالنسبة للاشخاص المتابعين معي من بداية الكورس. شفنا كيف بالبداية ممكن ناقشنا تفاصيل مبادئ صغيرة، انتقلنا لشرح نظري على يعني شرحنا بشكل نظري بشكل كبير، انتقلنا من النظري لنفذنا مشاريع عملية، ناقشنا مفاهيم، ناقشنا أفكار، عملنا مشروع، واليوم ناقشنا المشاكل اللي واجهتنا بهذا المشروع. بتمنى يكون كل شيء واضح، تكون المفاهيم كلها مفهومة، تكون الأمور المبهمة صارت كلها واضحة، ما في أي مشاكل، لأنه إن شاء الله رح ننتقل لمستوى متقدم بالجزء بالخطوة التالية. هلأ بالدورة رح ننتقل لمستوى متقدم، رح نتعرف فيه على مفاهيم هامة بشكل أساسي رح تعتمد على كل شيء ساويناه. يعني انا هلا بالخطوه الجايه اذا ما بعرف برمج واجهه رسوميه ما راح اقدر برمج مشروع متكامل عباره عن عشرات الواجهات الرسوميه اللي راح اربطها مع بعضها. ما راح اعرف اعمل قائمه، ما راح اعرف اعمل منيو، سواء منيو رئيسيه ولا منيو لكائن. صعب كتير اذا ما لي مستوعب تمام المفاهيم الاساسيه اللي سبق وناقشناها. هاد كل شيء لجلستنا اليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالمحاضرة، رغم انه شرحت شوية افكار بشكل سريع بس ما في امكانية لاني اشرحها بشكل تفصيلي لانه بدها تاخذ وقت طويل. بتمنى ترجعوا تطبقوا
كل المشاريع، تشوفوا كيف ممكن اعملها كملف جافا، كملف سي، كيف ممكن اعملها ملف تنفيذي اي اكس اي، كيف ممكن اعملها كباكج. طبعا الباكج بنسخه ماتلاب 2012 بي وماتلاب 2013 اي فقط، النسخ اللي قبل ما كان موجود فيها هذا الشيء. بتمنى تكونوا استمتعتوا، والسلام عليكم.